هذه يرويها جدي رحمه الله لأبوي، الله يرحمه، وأبوي حدثني وحدثني بالقصة هذه، الله يمسيه بالخير الوالد، حدثني بالسالفة هذه. يقول إن يتكلم الحين جدي عن نفسه، يقول أنا أبو 6 سنين، يقول وماتت أمي وأنا أبو 6، يقول أبوي لاهم في دنياه، والله يوم إني أشوفه وعشرة أيام ما نشوفه، الدنيا تجبره. يقول مهم إني شبه ضعت يعني، حتى في مسألة الأكل ما، والناس مجاعة في مسغبة الأيام ذيك. طبعا جدي من الناس اللي عمره رحمه الله وتوفى من قرابة حوالي 40 سنة الآن، فلك أن تتخيل، قل يمكن القصة هذه لها 150 سنة 160 سنة في هالحدود. يقول طول عمرك، يقول جماعة اللي حولي فاعلين خير، قالوا يا الربع هالبزر لا يموت جوع، ضعيف مسكين وتراه في وجهنا وفي ذمتنا، لكن احنا عاجزين عن عيالنا، وش نسوي به ذا؟ وش الحل فيه الرجاجي؟ حيا الله ابو سيف جاكم. السلام عليكم. مرحبا. حياك الله. والله ابو سيف. هلا ابو سيف. مرحبا. يعطيك الرضا والعافية. ابو سيف. ايه جابك الله السالفة فيها الحساء. ايه. شل عن جماعة. قبل 10 دقايق بصراحة. طفي العين وولع العين. خليني ارفع الموقف. ايه بنوصل الحساء عقب شوي. من الفجر الله وانا اشتغل. هادي. الحاصل طول اعماركم. يقول قالوا ودوه عند اخوه. اخوه منهم اخوه قال له عبد العزيز، جدي قال له عبد الله، قال ودوه عند اخوه، اخوه وين هو؟ في الدمام في البحر عند ناس قال لهم اجاويد، قال لهم القصابه، يشتغل عندهم كيتب، الله المستعان، اي ما هو سهل، معه قلم يسمونها الاول، قالوا معه قلم يعني تسمع اهل الجامعه اليوم، قالوا انه يشتغل عند القصابه، ودوه لاخوه، بس اخوها يبلش به ولا احنا. المهم رتبها كالأجودي من الديرة وجابه للرياض، الربع وين الركائب اللي تروح للدمام؟ قالوا ما هن الركائب اللي تروح للدمام، براكان سم قصابهم القصيبي، الله الله القصيبي، نعم. قالوا ما هن الركائب اللي تروح للدمام، لازم تروح الحسا، ومن الحسا تطلع الركائب اللي تروح للدمام ترانزيت. قال ما يخاف. المهم هاك الرجال معروف انها شقرة، قال له شويمي شويمي راعي حملة شويمي مجموعة ركائب. يقول جاهك الرجال قال يا شويمي، قال سم عقب كم يوم، هل بزير هذا تراه يتيم وتراه من ذمتي في ذمك، تراه ترى يمودعها الله ثم إياك توديه توصله لأخوه الشرقية في الدمام. قال أنا على ما قال عاد الأول، ولا ما قالها شويمي يوم، يقول أنا وديع له عن الجوع وضمه، ولا القدر ماني بنى عنه وديع. يا سلام. حلمات وش أسوي من الله، لكن إن شاء الله اللي في ذمتنا بنسوي. يقولوا يحطوني في خرج من خروج المطية، ما شاء الله زير صغير. يقول إن قعدت تغبيت، وإن وقفت تطلع رأسي وشوشتي، يقول ولا علي إلا وزير، اللي حدر الوزار لون واللي فوق لون، من الشمس ومن البهذلة اللي هم فيها من أول، وقل اللبس يعني تأملوا كل صغيرة وكبيرة من الحالة اللي كانوا فيها قبل، ترى 150 سنة يعني ما هي قبل نقول 1000 سنة، قريب ترى، بس حنا في نعمة يا رب لك الحمد. يقول الحاصة طعمك، يقول تمد الركائب صوب الحسا، يقول يوم بقى ممشى يوم 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 على الحسا والركائب محملة. يقول يوم قام شوي ميذا جعله في جنات النعيم والدين والديكم كل مسلم، آمين. يقول يوم غدا تنه ذيب، يقول جاهر عبه، يقول حنا ما ندري وش الهدف، هل في الخارج؟ لا قائد الحملة مادين من الرياض، يتوه داخل أبو سيف، معذور مادين أبو سيف لهان الحاضرين من الرياض، راح نصوب الحسن. يقول يوم أقبل على حسن، يقول وشويمي هذا، يقول ينطلق تنه الذيب، يقول ويرجب على النفود، يقول أعتل على النفود، يقول تن حر مغير، يتلفت، يقول هم يجي من صك ثاني، يقول يتعدى الركائب ويرقع على النفود اللي وراها خلافها، يقول هم من مثل، يقول جايب من طاقتك كلها هالحين، يقول هم من يعود، يقولوا ما غير يصيح علينا حثوها على الممشى. قلنا يعني والله سود ومهود ما في شيء خلال، لكن هو راعي درب، اي رجال مصيبه رجال، عاركته الدنيا ومتردد في الخطوط وعارف ان القوم، حثوها يا رجال حثوها لا تفتر. يقول والله يطقون الركائب، يقول تروح درهام لا محمله ما تقدر ترك، يقولوا ها ممشى عجل. وقال يا ويلكم ويقشر عينكم، والله ان غابت عليكم الشمس وانتم في الخلا الخالي، عجلوا ادخلوا الرقيقه. لا وساج الرقيقه من اول معروفه معروفه برا الحسا، يعرف ابو سيف نعم كبار السن ما يتبع الحسا، الحين في وسط الحسا. قال حثوها تدخل الرقيقه قبل الليل. يقول والله ما مداه يتم كلامه، شوفوا النعمه اللي انتم فيها هالحين،
يقولهم قال الطاع، قالت الثانية الطاع يوم ثارت البندق. أي هذا اللي هو خايف منه. أي القوم يقول يوم قال برتو برتو الركاية برتو، يقولوا كل يطق غاربها يقولوا تبرك، يقولوا يعقلونها لا تثور مع صوت السلاح، السلاح يقولوا تتقون فيها من وراء غارب المطية، يقولوا يمعطون عاد اتفق اللي هي البنادق، يقولوا رمي حنا وياهم، يقول أنا أسمع وأطلع رأسي وأتفرج، ينقله جدي الله يغفر له ويرحم، يقول وأتفرج وأشوف الهية وأشوف الرجاجيل وصوبة وفيه ذبح وفيه معركة، ما هي بسواليف ما هي مزح، يقول لكن إلى خفت طمنت رأسي بس، يقول وشوي يركض سنه الذيب، يقول ما يفتر، يقول وبندق في يد وعصا في يد ويلا مع ذا يشجعه الحاصل، يقول والله ورمي ورمي ورمي، يقول لين افترت بنادقنا وزادت بنادقهم رميهم، يقول يوم والله ما درينا ليوم قالت هاك المطية معنا يقول ثارت أطلق عقال هالرجال خلاص عرف أنهم بينكسرون، يقول له شوي مي عنده، يقول وهبده بالعصا مع غاربه، يقول وهبد المطية مع غاربها، قال عقل عقل يا خبيث العمل وين بتروح، قال انكسرنا يا شوي خلاص ما عاد معنا فشك، قال يجيك الفشق وأنا شوي مي، شوف عاد ده الرجاجيل وين بتجيب فشق منه في هالحالة، في هالحالة لكن الرجال اللي كفوا شرواكم حاسب حساب الأمور الصغيرة والكبيرة، يصير حاسب حساب هذا، يقول معه مطية كاملة محملة في شك ما يدرون وش عليها، يقول ينطلق لها يقول واخبطها بالعصا، يقول حط ثوب شلي لها لها، يقول يوم كب ولا كله في شك السحارة كلها في شك اللي كسرها، يقول يركض ويفرق عليهم الفشك، ارموا ارموا لا ترمون ارموا لا يرمون، يقول وهي تثور بنادقنا عاد سنها مطر عليهم 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 عليهم، يقول يوم والله نشوفهم، يقول يوم شلعوا الرجاجيل روح شوفوا عاد بنذكر من طيبتهم، يقولوا سلمنا، يقول عاد حثهم قال والله ينغابت الشمس وانتم في البر هالحين في ذمتي ما يبقى منكم رطب حلق باتر، تراهم بيذبحونكم في الليل ارضهم وعارفين هالقوم، يقول والله يحثونه، يقول يوم اقبلنا على الرقيقه قبل غيبه الشمس بندخل لا تصكك اسوار الدين، يقول له والله يوم اطلعت ركايب من الرقيقة يقول عليها رواية عليها قراب كبار ذوليك ما قالوا، يقول شوفوا رجولته، قالوا والربع اللي معه، قالوا يا شويمي ترى المذا رايح للربع اللي حربونه خان شققها ونكسب الركايب حنا، قال لا حرام الما ما يمنع عن مسلم خلوهم يعيشوا حنا كفانا الله شرهم وهم خلوهم يستاهلون على ما قال اللي جاهم مهو بشوي وحنا سلمنا وفكنا الله وسلامتكم وعفاكم، لكن الشاهد منها الله يطول أعماركم هالحين اليوم الواحد يشغل سيارته من نجران ما يردها إلا عرعر الحمد لله ومن الدمام ولا يردها إلا مكة وجدة الحمد لله الماء في البقالة والبنزين متوفر والجوال في يدك ومن الطرق يشتغل والمطاعم تدهر وكل شيء شغل، وش هالنعمة اللي احنا فيها من اول من الرياض للحسن 200 كيلو وقطوع بعد يمكن تجي لها 150 ودون فيها مهلكة هل اللي سمعت ورأيت يا رب لك وسلامتكم الله يسعدك.